بقى الكورس احنا بنستخدم الريسيستنس، هنستخدمها وهنشوف دلوقتي حاجه مهمه جدا خاصه بالمعادله بتاعت الريسيستنس دي، يا ريت الناس تكتبها وهشرحها دلوقتي لان هناخدها في الاسلاك بتاعت الشبكات. يعني واحد يقول لك ليه كابلات اليو تي بي بتاعت النت لما باخد من سويتش اروح اوصل لجهاز كمبيوتر، ليه في المواقع احنا ما بنستخدمش كابلات اليو تي بي اكتر من 90 متر؟ حد يقدر يجاوب عليا؟ كابلات، حد يعرف كابل النت؟ هو الدكتور كل ما زادت مسافه زادت الريزستنس حق السلك حبيبي. طب تعرف انت كلامك مظبوط يا باشمهندس، كلامك مظبوط. تقدر تفسر لي كلامك علميا؟ تقدر تفسر لي كلامك علميا يعني ليه دايما شركات الكابلات تكتب لك ان اليو تي بي اخره مثلا 100 متر؟ طب بعد ال 100 متر هيحصل ايه يعني؟ هو على حسب المعادله يا دكتور. اللي هي ايه؟ والله ما تحضر لي لكن لا كل ما زاد. بص على الشاشه تحضر لك اهي، ما تقوليش ما تحضرني اهي، حضرتك اهي. بص على الشاشه تعرف. مظبوط ايوه مظبوط. أيوة. موجود في المعادله الريزستيفيتي، وال ال اللي هو المسافه، ايوه، والاي الكروس سكشن اتوقع. ايوه ممتاز حبيبي. معلش انت مين اللي معايا؟ مين اللي معايا؟ مين؟ عبد الله. بص يا شباب عشان المعادله دي هناخدها في الاسلاك، لما نيجي نوصل بين سموك ديتكتور مثلا لوحه، لما هنيجي نوصل باب في الاكسس كنترول سيستم، لما هنيجي نوصل كابل ديش، لما هنيجي نوصل كابل نت، اي كابلات انا بستخدم معاها معادله رئيسيه هيبقى عليها سؤال. ركز، انا عندي معادله كل الناس في بدايه الكهرباء. طبعا انت كنت مهندس، كنت فني، كنت لسه ما تعرفش اي حاجه عن المجال، لازم تبقى عارف المعادله دي. المعادله دي بتقول ايه؟ الطرف اللي في اليسار الار تكتب فوقيها كده ايه؟ ريسيستنس. يعني ايه يا شباب بالعربي؟ مقاومه. ريسيستنس يعني المقاومه، وحده قياسها بالاوم. الاوم ده اللي هو رمزه اهو، ده رمز الاوم اهو، رمز الاوم. يبقى الار هي الريسيستنس، تمام، او بيسموها المقاومه، وبتبقى وحده قياسها بالاوم او بالكيلو اوم او بالميجا اوم وهكذا. المهم المعادله دي اللي في اليسار ار بتساوي، هندخل على اليمين الرو الريسستيفيتي، بيسموها بالعربي المقاومه النوعيه للماده، ودي بتفرق حسب نوع السلك اللي احنا هنستخدمه. اكتب عندك من دلوقتي، اكتب عندك من دلوقتي الاسلاك اللي احنا هنستخدمها سواء كانت في اللو كارنت او في الكهرباء بصفه عامه، بتصنع الكفر من مادتين يا شباب رئيسيتين، مادتين يا شباب كله يصحى. المادتين النحاس اللي هو السي يو زي ما قال الباشمهندس، الكبر والالومنيوم الاي ال، تمام. يبقى المادتين الرئيسيتين اللي هنستخدمهم اللي هم مين؟ النحاس والالومنيوم. ممتاز. النحاس والالومنيوم، النحاس والالومنيوم يا شباب دول لو انت فاكر زمان كانوا تحت تصنيف في المواد. المواد صنفناها لثلاث حاجات، حد فاكر؟ الموصلات اللي هي الكونتاكتور، اشباه الموصلات غير الموصلات، حبيبي والسوبر كونتاكتور، حبيبي. خلينا في الثلاثه الرئيسيين اللي هم الكونتاكتورز اللي هم الموصلات زي النحاس والالومنيوم، وده اللي احنا عايزينه في الكورس بتاعنا. وفي اشباه الموصلات زي السيليكون والجرمانيوم، الناس اللي بتدرس الدايود والترانزستور والكلام ده، تمام. وفي العوازل الانسيوليتور، تمام. يبقى انا بصنف المواد تصنيفات رئيسيه. اللي يهمني دلوقتي اللي هو الموصلات او الكونتاكتور، انا بستخدم في الكورس بتاعي نوعين من السلك. السلك ده يا اما يكون نحاس يا اما يكون الومنيوم، فبالتالي بتختلف عندي مين؟ الرو. يبقى الرو هي اللي بتحدد نوع الماده، ده بارامتر بيحدد نوع الماده. يبقى لو الماده نحاس ليها رو، الالومنيوم ليه رو. سيبك من الرو خلاص، سيب الرو. في عندي معاملين مهمين جدا هشتغل عليهم، وركز معايا. دكتور سؤال بس، اتفضل. المقاومه النوعيه ممكن نعبر عنها هو عدد الالكترونات الموجوده في الماده؟ ينفع. وتاخد يعني عدد الالكترونات في البراس او الكبر اكثر منه في الالومنيوم؟ صح صح صح، ده بيعبر المقاومه النوعيه بالبلدي كده، هي عباره عن ممانعه الماده لمرور التيار فيها، زي تعريف المقاومه، بس ده بيديبند على نوع الماده. يعني كل ماده ليها خصائص، زي حضرتك كده انت وقاعد، في واحد قاعد منكم قاعد مركز، هو من خصائصه بيهتم وبيركز، وفي واحد قاعد انا شايفه دلوقتي نايم على السرير ومش مركز معايا، صح؟ فده ديبند على نوع الماده. يبقى نوع الماده
حسب التوصيليه، حسب التوصيليه ما تبصش شايفك تمام، حسب التوصيليه بتختلف المواد. يبقى في ماده بتسمح بمرور التيار الكهربي بسرعه تمام، فالرو بتاعتها عاليه، وفي مواد بتمنع شويه مرور التيار، فالمقاومه النوعيه بتاعتها اقل. اللي يهمني يا شباب في الموضوع ده كله، عشان الراجل قال لي لا انا والله ما اتذكرش المعادله، لازم تتذكرها، اللي هي العلاقه بين مين، بين ال ال، اكتب على ال ال ده اللي هو مين، اللين طول السلك ده نسب طردي ولا عكسي مع المقاومه. يلا كده عكسي من الاخر، حرام عليك، يبقى انت اللي نايم مش صاحي معايا. ما دمت المعادله ال ال دي موجوده فوق في البسط، يبقى تتناسب طردي مع الار. معلش انا رحت للاريا الكروس سكشن. ولا يهمك، روح براحتك، روح براحتك. ال ال اللي هو اللينس طول الماده، اللينس طول الماده بيتناسب تناسب طردي مع المقاومه. خلينا نفهم القصه دي، يعني لما يزيد طول السلك بتزيد مين، المقاومه بتاعته. يعني انا لو جبت سلك طوله متر وجبت سلك من نفس الماده هي من نفس السلك طوله 10 متر، مقاومه مين اكبر؟ مقاومة اللي طوله 10 متر، لان اللي طوله طبعا ال 10 متر. نعم الاطول يا دكتور، الاطول. الله يفتح عليك. يعني لو رحت جبت سلك 100 متر هو اطول من ال 10، فبالتالي المقاومه بتزيد، لان المقاومه بتتناسب تناسب طردي مع طول السلك. يبقى لما يزيد طول السلك بتزيد مين؟ بتزيد المقاومه بتاعته. ممتاز.